الرئيس أكد خلال تعقيبه على كلمة رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عبدين أن خطط التنمية تستغرق من 20 ل 25 سنة، لكن تم إنجاز الأعمال الحالية بالعاصمة الإدارية في 18 شهر فقط. هذا المشروع احنا حاطينه وقلنا ان العشر تلاف فدان او الاربعين الف فدان الاولانيين هم هيبقوا المشروع القاطرة للمية اربعة وتمانين الف فدان او المية وسبعين الف فدان اللي احنا بنعمله. وكل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها اللي احنا شغالين فيها دي بالفعل في اي تخطيط بيتعمل تاخد من 20 ل 25 سنة قبل ما تخلص. احنا بنتكلم وبقالنا تقريبا سنة او 18 شهر واحنا مصرين